شكرا لزميلتنا رضينا على التقرير من داخل هيئة البريد المصري، وكل الشكر لهيئة البريد المصري وكل مؤسسة محترمة بتعمل دور مجتمعي. دلوقتي موضوع مهم جدا، المشاكل النفسية أو المشكلات النفسية اللي بتقابلنا في حياتنا بقت كتيرة جدا وأنواع كتير وإلى خلافه، وفي ناس كتير جدا بدأت تقتنع أخيرا إن في دور للطبيب المعالج، لازم أروح لحد متخصص. مش عيب مش عيب مش عيب ان انا اكون عندي حبه مشاكل فادور على الطبيب المتخصص اللي اروح له عشان خاطر يقدر يساعدني ان انا اكون انسان طبيعي وبالتالي احل كل مشاكلي. ده موضوع فقرتنا النهارده، ايه هي اهم المشكلات النفسيه اللي في حياتنا وازاي نتعامل معاها، مع ضيفتي العزيزه جدا الدكتوره امنيه زعزوع، اخصائي الطب النفسي والمشرف العام على المركز مركز توازن للصحه النفسيه، وضيفه غاليه علينا. دكتوره امنيه صباح الفل. صباح النور. اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشينا في الحدث اليوم. منوره ببرنامج اسرار شخصيه. ميرسي. اخبارك ميرسي. ايه؟ ميرسي. ملاحظه الاول، هو ليه كل الدكاتره النفسيين بقوا دول سيدات؟ ده جزء من العلاج؟ لا بص، هو يعني مش لازم، ما اقدرش تنكر ان الستات عندها انا برضو منكرش يعني الستات عندها طول بال، ممكن بنسمع اكتر، لكن هو ده برضو يعني مش حقيقي، بس ملاحظه موجوده. لا يعني بقى كتير جدا استشاري نفسي تلاقي سيده، ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. لحد كبير ده الفتره الاخيره بقى كده. طيب اهم المشكلات النفسيه اللي حضرتك شايفاها دلوقتي من خلال خبرتك والواقع اللي حضرتك شايفاه من الحالات اللي بتجيلك المركز في المجتمع النهارده هي ايه؟ بصي يا احمد، هي اكتر مشكله دلوقتي عندنا صعبه الطلاق. الطلاق ده في مشاكل كتير سببه، بس في مشاكل اساسيه له. يعني الخيانه، او نقول قبلها الشك، الخيانه، اوقات الحموات، اوقات الطمع في المال، كل ده بيوصل للطلاق. بس في اهم من كده، ان بيبقى في ناس ممكن ما يطلقوش. يعني ممكن يبقى في كابل جايين فاكرين ان هم مستحيل يعيشوا مع بعض. هو الموضوع ان هم محتاجين تظبيطه. يعني كل واحد بيفكر بطريقه، محتاجه فاين تيونينج. يعني انت بس هي قصدها كده، انت هو قصده كده. فالمشاكل الاساسيه انا شايفاها كلها بتؤدي لحته بقت قويه جدا في مجتمعنا وخطيره، هي الطلاق، نسبه الطلاق العاليه جدا. يعني شايفه ان اهم مشاكل نفسيه دلوقتي موجوده من الحالات اللي بتيجي سببها الاساسي هي المشاكل الانفصال او الطلاق بين الزوجين. بالظبط. اللي قبله بقى واللي بعده. يعني في مثلا يجي لي حد هو عاوز يطلق او عاوزه تتطلق. هنا بنبدا الموضوع بيبقى مختلف. اللي بيكون عاوز ده بيبقى محتاج زي ما يكون كده يا احمد يطلع مخه كله على الترابيزه ويتفرج عليه ويبدا هو وانا معاه نظبط طريقه تفكيره. كتير الست او الراجل بيحس ان الموضوع ابسط بكتير قوي من هو محتاج يطلع. الخيانه بقى دي مشكله كبيره قوي دلوقتي. انا يعني ممكن انفتاح المجتمع، ممكن الملل، الظروف الاقتصاديه، الضغوط، واتيفر، كل ده بيؤدي لمشاكل فيها للاسف خيانه كتير قوي. طيب انتوا ازاي بتتعاملوا بقى؟ يعني النهارده جالك المركز مثلا رجل او ست، تمام، يعني ده له مخ طبعا تطلعيه على الترابيزه مختلفه. لا 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 مختلفه، ترابيزه ثانيه، اوضه ثانيه، ترابيزه ترابيزه ثانيه. عقلية الراجل دلوقتي حضرتك شايفة فيها ايه؟ يعني اكتر مشاكل لما بيجي تطلعي عقل الراجل كده قدامك خلاص النسبة الاكبر فيها ايه والست فيها ايه؟ وليه الجاب الكبيرة بقت موجودة؟ شوف يا عم، احنا المشكلة ان احنا بنحاول نقف قدام الطبيعة. فعلا في حاجات بنخفيها للرجالة ومبنغفرهاش للستات. موضوع بقى انا زي زيه وانا قد وشمعنا هو، انا دي مدرسه فاشله. انا زي زيه، هبقى دكتوره زيه، هبقى ناجحه زيه، هشتغل زيه، هكسب زيه، ليا كرامتي، ليا كياني. لكن في حاجات بتغفر للراجل صعب قوي غفرانها للست. ومش علشان هي ست، علشان هي من وجهه نظري اغلى من الراجل. هو ربنا كرمها بشكل مختلف، هي ليها طبيعه مختلفه. يعني كتير جدا تيجي واحده تقول لي انا هخونه عشان خني. دي اقول لها على فكره انت الخسرانه، هو مش خسران حاجه،
انت اللي بتخسري. فالراجل الراجل طبعا دلوقتي بقى متفهم اكتر، الراجل بقى بيسمع اكتر، لكن الراجل لسه عينه زايغه برضو زي ما هي. ما هو ده طبيعه الرجاله يعني. بص هنجيبها انا هعمل له ايه يعني؟ مش حكايه عينه زايغه، في ناس بتحب الجمال. الرجاله برضو تفصى يعني، يعني احنا برضو مش نضحك على بعض. الراجل لسه برضو عينه زايغه. الراجل برضو حلم سي السيد لسه موجود عنده حتى، وده على فكره ما عادش زي الاول على فكره، وده المفروض الست تعمله في وقت من الاوقات، مش كل الاوقات. يعني زي ما الست تحب تبقى برنسيسة في وقت، هو كمان بيحب يبقى سي السيد في وقت، لكن مش معنى كده ان هو عايش في دور سي السيد. مفيش مانع تبقى نصحة شوية وتقول له حاضر، هو بيعمل ايه عايزاه. يعني ممكن في طريقة كتير ان الراجل يحس ان هو له الكلمة، وكتير الراجل له كلمة وكتير الست لها كلمة. طبعا في حاجات بقت غريبة جدا في المجتمع، او يعني مش غريبة، احكي لي بقى اغرب المشاكل اللي جات لك. يعني في حاجات اكيد يعني اكستريم بقى، احكي لي بقى حاجه كده من الحاجات الغريبه وتعاملتوا معاها ازاي. هقول لك، جات لي واحده خيانه. هي بتقول لي انا، هي بنت من عائله بسيطه، والدها بيشتغل سواق عند عيله غنيه جدا. البنت خلصت الدبلوم وراحت تساعد في البيت. بتقول انها دخلت البيت قالت انا شفت اللي ما شفتوش، وتخيلتش ان في اكل شبه ده. يعني البنت كان في نقله كبيره قوي في المستوى. فوجئت بالام صاحبه البيت، هي عندها شاب ابنها، بتندها بتقول لها انا ابني بيحبك وابني عايز يتجوزك. طبعا البنت يومها راحت لاهلها مش مصدقين. يعني الولد يعني طبعا من عائله كبيره جدا، وانه بيحبها وعايز يتجوزها، فطبعا وافقوا اتجوزوا. كانت يعني علاقتهم بتقول على قد قولها يعني ماشي الحال، علاقتهم الشخصية يعني. وبعدين جابت ولد، وبعدين بدأت علاقتهم تبعد عن بعض، وهي يعني قالت أنا مش مشكلة يعني، لغاية ما في يوم اكتشفت إنه بيخونها مع صاحبه. فبتقول لي أنا أعرف إن في ست تتخان مع ست، لكن لما ست تتخان مع راجل أعمل إيه؟ هنا المشكله كانت لها اكتر من جانب. احنا المشكله مش بس ان هو خانها، ده هي المشكله ان كمان في قصه منافيه لتقاليد واداب وحاجات كتير قوي. فاول حاجه قلتها لها خدي بالك من ابنك. نبص للحاجات المهمه بقى. الولد يطلع زي ابوه. ما هو ابوه ده كان طفل برضه، وامه ما خدتش بالها منه. فأهم حاجة تاخدي بالك من ابنك، إن يبقى عينك عليه، إن الولد ما يشوفش حاجة غلط. الكلام ده يا جماعة لكل الأمهات اللي بيشوفونا، يعني الرسائل الحكاية دي بنطلع منها رسائل عشان خاطر ما نوصلش للمرحلة دي. مش الهدف إن احنا نقول الحكاية إيه، فده كلام مهم دكتورة بتقوله لكل أم.